أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبدأ النشرة من الشأن المحلي، فمندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة، افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة معرض الخريف للمنتجات الاستهلاكية 28. ويشارك في معرض الخريف هذه السنة 750 عارض و11 جناح وطني من 18 دولة من منطقة الشرق الأوسط وقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا على مساحة عرض تتجاوز 15,000 متر مربع في مركز البحرين الدول للمعارض والمؤتمرات. وتتضمن قائمة المعروضات في معرض الخريف على آلاف الأنواع من السلع لتشمل الأغذية والحرف اليدوية ومنتجات التجميل، إضافة إلى الملابس والإكسسوارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والأدوات المنزلية، إلى جانب لعب الأطفال وأدوات الزينة والمجوهرات والمنسوجات. احنا سعيدين جدا ان ما شاء الله المعرض في نمو، عدد المشاركين زادوا بنسبة 6%. سعيدين ان نشوف 19 دولة من مختلف انحاء العالم مشاركين معانا اليوم في معرض الخريف. متوقعين الاقبال ان شاء الله بيكون اكثر ب 16% بسبب عدد وجود اكبر من العارضين. نشكر جميع السفراء اللي حضروا ودعموا دولهم المشاركه في هذا المعرض، وندعي الجميع ان شاء الله ان يكونون موجودين في هذا المعرض مباشر مثل هذا. طبعا يكون هناك في دراسه، وننظر الى شيئين مهمين. رقم واحد ان التاجر البحريني والمحلي ان ما ينضر، وثاني شيء نشوف ان كيف اسهام المعرض في السياحه المحليه واسهامه في الاقتصاد الوطني. في خبر محلي آخر، انتخب مجلس إدارة شركة بورصة البحرين في اجتماعه الأول لسنة 2017 عبد الكريم بوتشيري رئيسا لمجلس الإدارة، وانتخاب مروان طبارة نائبا لرئيس المجلس. ويأتي الاجتماع الأول لبورصة البحرين بعد أن أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية قرارا بتشكيل المجلس الجديد للبورصة بتاريخ 29 من ديسمبر 2016. وقد أكد مجلس إدارة البورصة الجديد في اجتماعه على ضرورة بذل أقصى الجهود التي من شأنها الاستمرار في تطوير البورصة وتفعيل دورها في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ويزيد أيضا من تنافسيتها على جذب وتوطين الاستثمارات في مختلف القطاعات. ويسرنا في النشرة الاقتصادية أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الكريم بوتشيري رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين. مرحبا بكم معنا في النشرة الاقتصادية. بداية نبارك لكم انتخابكم رئيسا لمجلس إدارة بورصة البحرين، ونود معرفة خطة عمل مجلس الإدارة الجديد في عام 2017. شكرا لك على الاتصال وشكرا لك على السؤال. خطة عمل المجلس الجديد بتكون بناء ما تم بنائه لحد الآن من قبل مجلس الإدارة السابق، اللي نعرب له عن كل شكرنا واهتمامنا على الدور الكبير اللي قام به الفترة السابقة. احنا بنبني على اللي ما توصلوا إليه، وطبعا بنطلع في المجلس الجديد على الاستراتيجية للنهوض بالبورصة إلى الآفاق المرجوة، والهدف الأساسي هو إيصال خدمات البورصة إلى أكبر شريحة من المستثمرين في البحرين للتعامل معها بيسر وسهولة وأمان. نعم بكل تأكيد. طبعا بعد إطلاق سوق صناديق الاستثمار العقارية، ما هو جديد البورصة لتنشيط تداولاتها وزيادة أحجام التعاملات في الفترة القادمة، خاصة وأنها ما زالت مقتصرة على أسهم قطاع البنوك التجارية؟ وطبعا توسيع أنشطة البورصة ما يعتمد على عمل البورصة فقط، ولكنه يعتمد أيضا على اهتمام ومدى قابلية الشركات العاملة في البحرين على إدراج أسهمها، وعلى يعني خلينا نقول تعويم جزء من الملكية اللي عندهم إلى السوق العام. طبعا نحتاج تكاتف جميع الأطراف من المستثمرين ومن الحكومة ومن المستثمرين والمدرجين على البورصة لتفعيل
دور البورصه، لكن نعم. من جهه البورصه طبعا قاعد تخطو خطوات كبيره في توسيع اعمالها، منها على سبيل المثال ان شاء الله يعني نسوي سنترلايزيشن، تمركز لاعمال البورصه من ناحيه التسجيل والدفع والاستثمار والتحويل في شركه جديده راح تطلق ان شاء الله عما قريب. نعم. بتكون مملوكة بالكامل البورصة، وأيضا التعاون مع الجهات الإقليمية مع البورصات الإقليمية علشان تشجيع التعامل من قبل الوسطاء الإقليميين للتعامل مباشرة مع البورصة علشان نزيد عدد المستثمرين وعدد المتعاملين في البورصة. نعم. طبعا الأمور كثيرة أمامنا والعمل راح يكون مجهد وشاق للوصول إلى ما نربو إليه جميعا، وان شاء الله بتكاتف الجميع مثل ما ذكرت قبل شوي نقدر نوصل بالبورصه الى 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 الاهداف المرجوه باذن الله. نعم، كل تاكيد راح يكون لنا في النشره الاقتصاديه متابعه لكل ما هو جديد مع البورصه. نتمنى لكم التوفيق في مهمتكم الجديده. الاستاذ عبد الكريم بوتشيري، رئيس مجلس اداره بورصه البحرين، شكرا جزيلا لك. والان مشاهدينا نترككم مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجيه والعالميه.